السلام عليكم سيدة شاوني باشي وهبا عليكم لابو تشوكي كارولا آخر تنينة نادي تشا مسلمانية إزينا إزينا تشاوي هم إزيا مالكين يقول إحنا إزي ما فرق بين مسلم والمسيحي والإزيدي قرآن شفاء لكل الناس قسم من الشيوخ المسلمين يقول قرآن شفاء بذل المسلمين هذا خطأ رب العالمين يقول وننزل من القرآن ما هو الشفاء هذا أخويا من الطفولة أخرس وأفرش هسه بفضل الله ومعجزة القرآن هسه يسمع ويعيش إن شاء الله بدل تاشو ينفذي مجال رب العالمين يقول كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب شوف هسه أسجد لله رب العالمين شوي عفونا شوف المكان تقدر تسجد لله إذا عندك وضوء هم يصير إذا ما عندك وضوء هم يصير إذا بالحذاء تقدر تسجد لرب العالمين بدون حذاء هم تقدر هسه شوف أسجد لرب العالمين حتى يشفي أخونا ما مستنى بيشا سردار أخويا السردار أخ يزيدي في الأصل إحنا أخوة لدينها من سنوك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس ابن آدم وآدم خلق من تراب ماكو فرق بين المسلم والمسيحي واليهودي والإزيدي كلنا في الأصل شنو؟ في الدين تعالوا على نصير أخوة سجد ليش لرب العالمين الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان ربي الأعلى سبحان قدوس رب الملائكة والروح هذا الوجه الذي خلقه وشق السماء وصر بحول وقدره فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر هذا السجدة لله رب العالمين أنا ليس رجل متقيا ولا أولياء أنا رجل طبيعي بسيط ولكن أولياء كان كالناس ضاربين ولكن القرآن معجزة أريد كلكم ترجعون اقرأوا القرآن المسلمين واليهودين واليزيدين والمسيحيين ما أقول لأي حد تعالى السمع الإسلام كل واحد على دينه لكم دينكم ولا دين ولكن اقرأوا القرآن تعرفون يا أيها اليهودين يا أيها المسيحيين يا أيها الإزيدين يا أيها المسلمين اقرأوا القرآن تعرفوا شنو القرآن القرآن كتاب الله جاي لكل بشرية اقرأوا كل واحد على دينه مسيحي يزيدي على دينه يعني ما نرجع لهذا ولكن والله آخر رسالة لكل بشرية الإسلام القرآن كل واحد على دينه يزيدي على دينه مسيحي على دينه أنا مسلم والشرف بديني حسا أخويا يسمع إن شاء الله ويحكي إن شاء الله بإذن الله حسا إذا قرآن معجزة حسا هذا الأخ يسمع إذا كلام النبي ما يقبل هذا القرآن إذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ما يقبل بل إذا كلام الله يعني معجزة ومعجزة يسوي معجزات يسوي معجزات اللي شايفين باليوتيوب والله أنا ما أشفي أحد حسا ما أريد أخذ وقتي حسا يطيب إن شاء الله ويسمع ويحكي إن شاء الله أنا عندي يقين اليقين أقوى من الإيمان إخواني كلكم عندكم إيمان حتى إزدين عندهم إيمان بالله مسيحيين عندهم إيمان بالما بالله يهوديين مسلمين ولكن إحنا كلتنا عندنا إيمان ضعيف أقول شلون يطيب هذا أخرس هذا القرآن معجزة كلام الله شنو يعني أنا ما أشفي ربي يشفي أخونا الغالي ما مصنع بيك يا سردار ما مساجون إيه لبرق دسوق إيش أهب رنكي قلت لك خلقير بشان بلايش أوها أهب سأل الله وصافات صفا فزاجرات زجر فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفيني لو أنزلنا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا الله اسمع الجماعة اللي صلي على النبي يقول اسمع اللهم صل على سيدنا محمد استشفتوا يعني القرآن شفاء من المسيحيين واليهودين يعني شيء القرآن منزمو شفاء للمسلمين هسه عرفتوا يا اخوان يهودي مبشر يهودي مبشر هم مبشر واحسن من عندنا اخواننا قل الله
صوت الله نسيت علي هنا بس خليني ادي ادي مريضه مريضه اي مريضه مو بيده قل الله 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 اكبر وهذا هو معجزه القران الصوت اللي تخشى ودي شوي بعض ماك شيء استاذ ودي ودي بس كده لا كل شيء تعال هنا تعال هنا تعال استاذ تعال هنا ما يخلي اسناد وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني افتح صوت قل الله 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 أكبر الله أكبر واحد با. الله الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد شاري أميز يا ماجد كين وصلى الله على سيدنا اللهم صل على سيدنا بجاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.